سمعوا مزيان واحد السيده كيفاش دافعت على الرجال وكيفاش هاجمت دوك العيالات اللي فرحانين بالمدونه ديال الاسره. وسمعوا الهضره ديالها مزيان ديال القصه. سمعوا يلا سمعوا مزيان الاخوان الطوخ شحالكم. سمعوا. السلام عليكم. جيت نجاوب على التعليق اللي تحطت في الفيديو ديال مدونه الاسره، لان كثير بزاف ديال العيالات راه فرحانين، ما غيهضر معاه راجل، ما تدي ليه الدار، ما تدي ليه الوليدات، تخرج على برا، تخرج الدراري على خارج على برا، يعني بلا ما يحكم فيها حد، بلا ما يقول لها الراجل ديتيهم على خارج المغرب ولا شي حاجه، تقدر تعطيه الجنسيه، تقدر بزاف د الحوايج. يعني هذا الشيء كله المدونه دابا كتقدمه لك من طبق من ذهب. متفقه معك، ولكن اختي تيقي بيا وكنقسم لك بالله، راه كثرت الحريه كتبسل بزاف ديال الحوايج، وتمنيت تلقاهم ما غتلقايهمش. انا نقول لك علاش، بزاف ديال العيات دابا عندهم رجال كينقرو، طالع في الراس، كرهاتو، عيات منه، ملاتو، خيخاتو، وكتمنى تطلق، وكاينين اللي واقفين على الطلاق، وكاين اللي كيفكر يطلقو، وكاين اللي راها كل نهار كتجيب ليه السبه خصها غير طلق. علاش؟ الراحة، شبعوا الراحة والماكلة والنعاس. لو كنت كتخرج تخدم وتجيب هاد طرد الخبز هذا، تعرف منين جابته؟ والله ما تفكر شي وحدة تطلق. نقار شوفي غير انتي راسك واش انتي مكمولة الكمال لله سبحانه وتعالى، حتى واحد ما مكمول، انتي فيك عيب حتى هو في عيب. الا جا الراجل نقار راه كيكون عيان من الخدمة، تمارة، مشاكل الخدمة، مشاكل الحياة، الله يحسن العوان. لهذا راه كنقول لكم اللي عندها شي راجل بلا ما تفكر تطلق منه، لان علاش غيجي واحد الوقت ودابا راه كاين ومازال غاد الموضوع غادي يزيد يكثر وغادي يكثر ويكثر. كاين العياتب عندهم الفلوس، الخدمه، عايشه الحريه، كل شيء، مساريه، مسافره، خارجه المغرب، ما خلات الدول اللي مشات سارت فيها، وعيات من ديك الحريه كتقلب على راجل. كاين اللي شاريها بفلوس غير باش تولد معاه وليدات، باش تولد زواج طبيعي، الحياه دير داك الزواج الطبيعي اللي انك تكر مع 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 المراه، ضروري خصهم يتلقوا باش يديروا وليدات. كتشري بالفلوس واخا ما يصرفش عليها، هي تصرف عليه ما عندهاش مشكل، لان هي كافيه ومكفيه، ما عندهاش مشكل. المهم خاصها تسمى انها مزوجه وتولي وليدات. اجي واحد الوقت راه هذيك باش تشري الراجل ما غتلقاش، غتلقاهم غير الذكوره، والذكوره شنو هي حياتهم الطبيعيه كتكون؟ ما كيبغيش العيالات، كيبغيو الذكوره بحالهم. لهذا اختي بلا ما تفرحي، اللي عندها شي راجل تشد فيه. الا كنتي كان خدام كيصرف عليك واكله شاربه، ما كتخرجيش عليها تقلب عليها طرف الخبز، الحمد لله وشكره الكمال لله سبحانه وتعالى. بلا ما تفرحوا على هذه الحريه اللي دابا غتعطاكم. شحال من وحده ملات من ديك الحريه وكتمنى تستر وما لقاوش الرجال. نتمنى تفهموا الميساج ديالي، اللي عندها شي راجل تقرق عليه وتزير عليه وتحمد ربي وتشكره، راه تلقوا راه ما غتلقاش بحاله. الله يهدي شي عيالات اللي كيفكروا فواحد التفكير اللي واش كاع، شنو هو التفكير هذا؟ كيبغيو ديما داك الراجل اللي تزوجوا به يكون كامل مكمول ما فيه حتى شي عيب، والكمال لله للعلم، وهي براسها تلقاها راه ما كاملاش. ومن بعد هاد الشيء ديال المدونه ديال الاسره خرجوا بزاف ديال الفيديوهات وبزاف ديال لي كومونتير ديال العيالات كيقولوا كاين اللي كتقول لك اودي انا ندمت كان خصني نطلق، حتى زعما طلقت بكري كان خصني نصبر ونطلق حتى تكون هاد المدونه ديال الاسره. وهذا الشيء راه خطير، هذا الشيء راه ما كنعممش، راه كاينين شي عيالات اللي دابا ولاو باغيين غير يطلقوا، ما باغيينش زعما ديك اللعبه يدخلوا المؤسسه الزوجيه باش يكملوا ويطولوا ويديروا وليداتهم ويديروا الاستقرار ديالهم، لا، ولات باغا تزوج باش تطلق باش تاخذ الدار، علما ان هذا القانون هذا باقي ما طبقش، وعلما ان القانون فاش كيطبق راه كياخذ بزاف ديال المعايير وبزاف ديال الحوايج باش يطبق ذاك القانون. اش غنقول لكم؟ هاد الهضره اللي قالت هاد السيده هادي هضره معقوله 100%، بلا ما معقوله، راه من هنا لقدام ما غيبقاش الرجال، راه بزاف ديال الرجال دابا حاليا ولات عندهم فكره ديال العزوف على الزواج،
وهذا راه خطر بحد ذاته، خطر على المجتمع، خطر بزاف ديال الحوايج. يعني فاش كنقولوا ان الراجل ما بقاش باغي يتزوج، فهنا الاخوان غادي يولوا تراجع في نسبه الولادات، غيولوا بزاف ديال المشاكل غادي يدخلوا. لان الراجل كيفاش غادي يتزوج في الوقت ديال ان المراه ولات باغا طالبه بزاف ديال الحوايج، والراجل كيقول انا غادي ندخل لواحد الفكره او واحد المشروع ديال الزواج اللي انا عارف راسي باللي غادي نخسر فيه بواحد النسبه ديال 80% 100%. علاش ما بقاش انا حتى دارنا؟ ولا علاش ما بقاش انا غير بوحدي نمشي ندخل انا نصدق نزوج ونصدق نولي في مشاكل مع المراه، والمراه تاخذ ليا في الاخر داكشي كامل اللي انا بنيته مثلا سنوات وسنوات. بحال هكا دابا الراجل، دابا راه انا كنريح مع ناس باقي ما مزوجينش وكيفكروا في هاد البلاد المنطقة هذا. يعني لانه منطق الا دخلنا في هاد المنطقة هذا راه ماشي ديما كيكون صحيح، راه ماشي ديما البنات ما كيطلعوش بنات الناس، وداكشي راه بعض المرات الاولاد ما كيطلعوش بنات الناس. غير هو القانون هو اللي كيعكس دابا، دابا هاد القانون بحد ذاته داكشي علاش حنا كنقولوا باللي خاص ضروري شي مسؤول يخرج ويشرح ويقول امتى غيطبق بعد هذا القانون، واش غادي يطبق ولا لا، وشنو شنو هو هذا القانون اصلا، وشنو هو علاش اصلا جابوا هذا القانون. هذا مجموعه ديال الاشياء اللي خصها تجي باش تشرح لهاد الناس هذا القانون هذا. نجيو دابا في البلان اللي كنا داوي فيه ديال العيالات ما بقاوش صبارات، العيالات ما بقاوش صبارات، ما بقاش داك الصبر اللي كان عند العيالات شحال هادي. دابا المراه ولا القانون صفها بمليار في المليار، وليتي انت دابا مثلا تكون غير مناقش معاها تجي تقول لك طلقني، راه ما كنزيدش فيها الاخوان، راه الحقيقه هادي كتلقى مدوز معاه واحد الوقت، هي كتقول راسها راه اصلا شحال من صاحبتي طلقات، انت كتكون غير مناقش معاه مناقشه عاديه كتقول له صافي انا نمشي نجيب غيره. راه بحال هكا المراه جوج كلمات طلق طلقني، ها فلانه الله يهديك طلقني ما بقيتش باغاه، ما بقاش حامله، ما كتبقاش مستوعباه. راه هادشي دابا راه ولينا كنشوفوه، والراجل خصو ديما يصبر، والراجل خصو يقول لك انت راجل نفيسه وكذا راه غادي يطلقها سير بلاص. يعني اوفا غتقول لي مثلا طلقني غنقول لها مرحبا. يعني فينا هي ديك المؤسسه الزوجيه؟ لان ملي كنهضروا على الزواج، ملي كنهضروا على الزواج راه كنهضروا على ان هذا راه كمشروع، راه الزواج مشروع ماشي تفليه وماشي ضحك. راه ملي غادي تزوجوا راه غيجيو وليدات، وهذوك الوليدات خاصكم تصبروا عليهم باش انتوما تزوجوا، والزواج ملي غادي تزوجوا تجيبوا الاولاد وتوليو في مشكل ولا في خوه اجي طلقني حقا، كتبقاو هذيك الراحه، الراحه النفسيه خاصكم انتوما تقلبوا عليها، لانكم صافي وليتوا كيان واحد وولاو عندكم ولاد اللي شادينكم سالينا. ما كاينش ديك اللعبه حقا اجي كدا، ما كاينش هادشي. هذاك الشيء علاش دابا العيالات، دابا انا كنقول دابا كما قالت السيده العيالات، دابا انا كنمشي على حسب الدراسات، الدراسات الناس دابا اللي كيرفعوا الطلاق واش الراجل ولا المراه شكون الاكثر، هي المراه. دونك المشكل في العيالات دابا، حنا كنقولوا المشكل لو ان الرجال اللي كيطلقوا اكثر من العيالات غنقولوا المشكل كيف الرجال. داكشي علاش الراجل ما كيزعمش كيقول انا غنضيع فلوسي. شوفوا سمعوا نديروا واحد الكالك بالحساب، كيقول غادي نخسر فلوسي في الزواج في العرس، غندير عرس خصني نشري الدهاز، هاد الدهاز خصني نفرش لابارتومون، ها لابارتومون خصني نلقى لابارتومون، يعني ها لابارتومون الكرا ديالها خصني نفرش، ها خمسة الحوايج الصداق، ست الحوايج والصداق الاخوان. كاين المرأة اللي كتلف الصداق ديالها 3 مليون 5 مليون 6 مليون، منين غادي يجيب خمسة الحوايج الصداق غيتزوج، نقولو تزوج ها هو خصو يمشي شهر العسل غادي يتخلصو هو. المهم هو راه راجل ماشي مشكل، هو هادشي عنده ما عندوش اشكال فيه، الراجل ما عندوش اشكال في هاد السبعة الحوايج كاملين قلنا، ولكن الطلاق المرأة غادي تمشي تخلصها المتعة والنفقة، ولا كانوا الولاد غادي تخرج من دارك نتايا، والولاد راه خصهم يبقاو مع باهم، راه باهم راه ماشي مشكل انه ولاد يبقاو في دارهم، ولكن الحضانة كتعطى الأم، والأم فاش كتعطى الحضانة تخيلوا الأم تكون ما مزياناش، يعني تخيلوا الأب ديك الدار هو بانيها هو بفلوسه يخرج من الدار ويخلي المرأة، والمرأة الإخوان تجيب واحد آخر، ما تزوجش هي كاع، تجيب واحد آخر، وهاد اللي كاعدو راه طراه، وراه هادشي اللي حنا هادشي اللي كنشوفو. دابا هما راه باش خصهم يديروا دراسة اجتماعية خصهم يديروا هاد القضية هادي. يعني أنت مزوج بواحد السيدة وفي الآخر تجيب واحد آخر لا ما بلاش. دابا الخطر في الامر ان ما يطلقش المراه ديالك بهاد المدونه دابا اللي غادي تخرج،
هو انك مثلا قد يكون عندك مع ديك المراه وليدات وانت غتخلي لها الدار، يعني الدار وما عندكش مشكل اصلا وليداتك يسكنوا في دارك ولكن غتخلي لها هي الدار، صدق هي تكون ما مزياناش واش هذه الدار انا ما مشيتش لها ولا كذا ما غادي تزوج، ولكن تقدر تجي لصاحبها. وتخيلوا معايا ان تجي لصاحبها تتصاحب وداك صاحبها يعيش في دارك اللي انت بانيها واللي طلعتيها واللي ما عرفت شنو، وهذاك المصروف النفقه اللي كتخلص تقطع لك 20% تولي هي تصرف على داك صاحبها. ولادك راه ما عندكش مشكل تصرف عليهم، ولادك راه ما كرهتيش انهم يبقاو معاك، يعني انت ولادك ما كرهتهمش انهم يبقاو معاك، ان الحضانه تكون عندك انت وانت تهلا بوليداتك. ولكن راه ملي كنقول راه ماشي كاع عيالات مزيانات، كاينين عيالات اللي الله يعمر لهم الدار كيكونوا مظلومات، مي راه كاين واحد الجانب اخر عيالات اللي كيكونوا ما مزيانات، شكون اللي هي باغا تزوج غير باش دير معاك ولد ودير تعطيه النفقه، راه صالير هذا علاش تخدم مازال؟ راه هادشي دابا اللي كنشوفو، وما هي ما كايناش تزوج عاوتاني، بعدا كتسمى مطلقه وتبقى تعيش في ذاك الهيد ديالها راجل راجل، وذاك الراجل تصرف عليه من فلوس الطليقه. راه هذا هو الخطر بالامر يا اخواني، راه بنادم راه علاش هو مابقاش باغي يتزوج، علاش بنادم مابقاش ديك الفكره ديال انك تقول ليه الزواج غيقول لك خويا لا بلا ما تهضر معايا في هذا الموضوع. راه كاين بنادم اللي دابا تهضر معاه جبد لي فكره الزواج يقول لك خويا هاد الفكره هادي انا محيده نهائيا من راسي ما بغيش نناقش فيها لانه مع من غادي يتزوج؟ شكون غادي يتزوج؟ بمن غاتزوج؟ اش هاد العيالات اللي ولاو دابا؟ والمشكل هو ان الجروبات ديال البنات والعيالات وهاد الشيء راه ولاو كيعلموا شي حوايج اللي هما ان بو توكسيك، فهمتي؟ وهاد التوكسيسيتي كتاثر على دوك العيالات ودوك العيالات كياثروا على الازواج ديالهم، الازواج ديالهم حتى هما كيولوا يعيشوا حياه خايبه وهي كتولي كتسنى غير على الدقه يديرها شويه صغيره ولا غير شي حاجه اللي ما هيش تقول ليه لا طلقني. راه هادو راه هادي هي الافه الكبرى والطامه الكبرى. يعني العيالات الله يهديكم، انا نزلت فيديو باش نفيق العيالات ونقول لهم راه الرجاله ما راه المراه راه خصها راجل والراجل خصو مرا. انا نقولها لكم دابا سمعوني العيالات، الراجل راه خصو مرا بحياته والمراه خصها راجل بحياتها، راه ما كاينش الراجل يعيش بوحدو والمراه تعيش بوحدها. ربي راه خلقنا ازواج وراه خلقنا منكم ازواجا، صافي راه باينه الله خلق من المراه ان يكون معاها راجل وراجل خص تكون معاه المراه بحال هكا الحياه. تقول راجل غادي يعيش بوحدو صعيبه بزاف، غيعيش في اكتئاب وخا يقول لك انا عندي عادي بخير ما خاصني حتى شي حاجه، هذيك غات فيا خص ضروري تكون معاه مراه، ومراه خص يكون معاها راجل باش تلقى راسها راه كملات. ونفس القضيه حتى هو بالنسبه للراجل، اما ديك العياقه ديال انك انت ما تصبريش عليه وحقا كاين رجال اخرين، الرجال راه ما بقاوش، الرجال ما بقاوش باغيين يتزوجوا، راه الا كان معاك واحد الراجل حاول انك تقدري تحترمي، هو كذا مثال حتى هو، ولا كاع هو ما بغاش يتقاد معاك حاولي تقاديه انت. ونفس المرات الرجال حاول انك تشوف، حاولوا ربي إذا اختاركم انكم تزوجوا راه هو صافي راه تختاريتوا باش انكم تكونوا ازواج عنه، ف قدروا ديك المسؤوليه اللي تعطات ليكم، فهمتي؟ وخصوصا ديك الاولاد، يا اخي الاولاد ما تطلقوش، حاولوا تبقاو مع بعضياتكم، حاولوا انكم تكونوا سودة، حاولوا انكم تكونوا متحدين، حاولوا انكم تكملوا وتصبروا على لا لا تصبروا على الحلوه ولا المره، ماشي جوج كلمات فلان طلقني، جوج كلمات انا غنمشي لدارنا، جوج كلمات تمالو هذا غيبقي برزطني، وراه هادشي اللي كاين الخوت، واش حنا نكذبوا؟ الزواج راه ولا بحال هكا، حنا ما بغيناش حنا هاد المسائل مازال تكون اكثر، حنا بغينا حيت دابا راه ولاو بالنسبه للطلاق مرتفعه بزاف، انا راه شحال من واك شحال من صديق كيبان لي كيقول لي راه خويا انا غنطلق، كنقول له دير غير الصبر وهادي وكذا، يقول لي يا خويا راه ما كاينش مع من غادي تصبر، مع من غادي تصبر والزن وكذا وهادي، والمشكل المرا كتنوض كتدخل لي ريزو سوسيو كذا تشوف العيالات كيفاش عايشين، وهي كتبغي تدخل راسها في دوك المقارنات مع دوك العيالات، ودوك العيالات راه عايشين في شكل وانت عايش في شكل، ودوك راه مسلسلات وافلام. راه مشاكل بزاف الاخوان، جينا دوينا في هاد المشاكل، ولكن راه هاهي السيده راه قالت كلشي، راه قالت الهضره اللي خاصها تتقال، راه الله يهدي العيالات ديال هاد الوقت. المرا شحال هادي راه كانت صباره، كتصبر مع راجل كتصبر حيت راجل كيبقى راجل والمرا كتبقى مع، راه مايمكنش اننا فهمتي نضربو الشمس بالغربال. صبروا على بعضياتكم، يكون داك الموده والرحمه والالفه، فهادشي اللي كاين الخوت. نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وما تنساوش تكون تبارطاجيو الاولى والاخره الاخوان، النصيحه ديالي الاخره على هذا الموضوع هذا،
وهنا قبل ما تزوج حاول تختار لا بون بيرسون. هذيك نركز عليها، حاول تختار لا بون بيرسون، ما تزربش، عطي راسك الوقت واختار ديك لا بون بيرسون اللي عارفها انها غتبقى معاك. وماشي ماشي ساهل، ماشي اي حاجه كديها، ماشي اي حاجه، ماشي كما كيقولوا الريح اللي جاه يديها. واحد عارف عينها ومثبتها وعارف شنو باغا ثقيله كما كنقولوا الاخوان. فهادشي اللي كاين، تبارك الله عليكم.